تعاونون خيرا ان شاء الله لصالح مصر، لصالح الشعب المصري العظيم ان شاء الله، ولصالح الاسره الصحفيه اللي انا باؤكد على انه قضاه مصر بيكون لها نقيبا ومجلسا واعضاء كل التقدير والاحترام والتبجيل والود وكل الامنيات الطيبه للتوفيق بالتوفيق والسداد ان شاء الله لكل الاطياف ولكل الفصائل ولكل من ينتموا للنقابه دون استثناء او دون تفرقه بين احد او احد او دون توصيف او اقصاء او تنظير باعتبار هذا ينتمي الى ذاك او لا ينتمي. اسره الصحافه كلها مقدره لدى قضاه مصر، كانت ولا تزال وستظل. ومره اخرى باكرر التهنئه صحفيين مصر أصحاب الأقلام والضمائر الحية ولمجلس إدارة النقابة ولسيادة النقيب. شكرا لكم. بنرحب ترحيب كبير بوفد قضاة مصر الذي يمثله نادي قضاة مصر وعلى رأسه سيادة المستشار أحمد الزند. ونادي قضاة مصر ليس مجرد جار لنقابة الصحفيين، جار عزيز، ولكنه قيمة كبيرة لهذا البلد وفي هذا البلد. نادي قضاة مصر هو الذي يجسد استقلال هذا القضاء عن أي سلطة في أي عهد، ونحن كصحافة مصرية كان طموحنا وهدفنا الدائم هو الاستقلال، أن نكون مستقلين كما هو حال جارنا نادي القضاة مستقلون. ولا شك أن هذه الزيارة تمثل لنا في هذا التوقيت بالذات إضافة معنوية مهمة تؤكد لنا أننا نسير على الطريق الصحيح. نحن نطلب تطبيق القانون، وها هم القائمون على تطبيق القانون يأتون إلينا مشرفيننا مهنئين مجلس إدارة النقابة وقبله الجمعية العمومية بانتخاب مجلس جديد للنقابة ونقيب جديد. لا شك أن التعاون بين السلطة أو ما كان يسمى بالسلطة الرابعة وهي الصحافة، وهي ستظل سلطة سواء نص على هذا في الدستور أو لم ينص، وبين السلطة القضائية في مجال واحد هو تطبيق القانون سيظل قائما ومستمرا. نحن نمثل الوجه الشعبي للقضاء، نحن نمثل الصحافة تمثل في النهاية سلطة الادعاء الشعبي إذا صحت هذه الكلمة أمام الأمة، والقضاء هو سلطة الادعاء والحكم القانوني فيما يتعلق بأي تجاوزات في حق المجتمع أو أفراد. نحن كنا وسنظل نلوذ بالقانون، سنلجأ إلى السلطة القضائية إذا ما لن نجد وسيلة أخرى لحل كثير من مشاكلنا التي تعترضنا الآن. ولا يوجد لدينا أدنى شك أن استقلال السلطة القضائية هو جزء من استقلال البلاد. إذا انهارت السلطة القضائية أو انحازت أو خضعت لأي سلطة أخرى فهذا لا يؤثر فقط على الديمقراطية، ولكن يؤثر أيضا على وجود بلد بأكمله مستقل. ولذلك فنحن دائما مع استقلال السلطة القضائية سواء في الدستور أو القوانين، سواء في الممارسة، كما هو الحال أيضا مع نقابتنا. شكرا لكم، شكرا لكم، تفضلكم علينا.